بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بنرحب اليوم بفضيلة معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. حقيقة وزير الأوقاف والدعوة حقيقة في هذا الصرح وزارة ري في لتوقيع أول بروتوكول للتعاون بين الوزارتين الموارد المائية وري ووزارة الأوقاف في سلسلة من الخطوات التي تنتهجها وزارة الموارد المائية والري في نشر الوعي بأن سياسة ترشيد استخدام المياه ومنع التلوث لنهر النيل وفروعه وعدم الاعتداء عليه، ثلاثة محاور بتنتهجها الوزارة في الشأن الداخلي بخلاف الشأن الخارجي. كان بالأمس القريب لقاء مع السيد وزير الثقافة ووقعنا البروتوكول. اليوم نتوج هذه المحاور بتوقيع بروتوكول مع معالي وزير الأوقاف، ونعول كثيرا على هذا البروتوكول الذي ممكن نعطي بعض ملامحه، يعني ان احنا ان شاء الله وزارة الري بتحتضن تدريب 1000 إمام من الوزارة وعقد دورات تدريبية تتكون من يوم واحد، بنعطي فيه جرعة علمية خاصة بالمياه وخاصة بثقافة ترشيد استهلاك المياه ومنع الاعتداء على النهر وعدم الإسراف فيه. هذه المحاور سيتم إضاحتها في يوم واحد لمدة عام لألف إمام، وإعطائهم المادة التي تساعده في الخطب سواء الدروس الموجودة في المساجد أو الخطب يوم الجمعة. حقيقة بنعود كثيرا ان احنا وزارة الري لا تستطيع ان تصل لكل قرية ولكل نجع وفي كل مدينة، لكن دور الامام في منتهى الخطورة ان هو بيربط هذا الكلام مع الدين، وهو واجب ديني قبل ان يكون واجب وطني ان الالتزام بهذه المحاور. فان شاء الله يعني نثق باذن الله ان هذه الرسالة تصل لكل واحد، وإن شاء الله حنمد وزارة الأوقاف ببعض المطبوعات تكون لدى السادة الأئمة في المساجد. حقيقة اليوم فقط يمكن بنقول الأئمة ووزارة الأوقاف، لكن الجديد لحضراتكم هو إحنا لجميع المصريين، النيل لجميع المصريين وليس حكرا على وزارة ري، وبالتالي كانت هناك مخاطبة لفضيلة أو السيد البابا الأقباط، حتى هنبدأ برضو نوع من التعاون مع الكنيسة حتى السادة الوعاظ في هذه دور العبادة هندعوهم برضو ونوقع بروتوكول ونذهب إليهم ونعطيهم برضو ما لدينا من معلومات حتى نقول ننيل لمصر كلها ولكل المصريين، وليس وزارة ري هي فقط هي المسؤولة، كلنا حراس على هذا النهر القائم.